ورقة يعني فيا مش كنقل السينما هدفت جمعية إيكوديم التنمية العادلة بلاريش من خلال هذا المشروع الاستفادة من انفتاح المجلس ديال مدينة العريش على الشباب عبر تأسيسه لمجلس الشباب كآلية من الآليات المشاركة الديمقراطية وذلك من أجل تتمين هذا الجريمة. الملاحظة اللي كانت لاحظت إيكوديم من خلال وأن كاين آلية من الآليات اللي هي قوية واللي هي جد متقدمة ربما ما موجوداش في مدن أخرى اللي هي المجلس ديال الشباب اللي خلقوه المجلس ديال مدينة العرايش واللي بنجو داخل القانون الداخلي ديال المجلس ولا عنده صفة استشارية قانونية ولكن ما كانش هذا المجلس كيقوم بالدور بالضبط المربوط به رتئنا من خلال هذا البرنامج في تقاطع مع مجموعة من البرامج الأخرى اللي اشتغلت عليها إيكوديم أننا ندعم هذا المجلس نحاول أن نفعل هذه الآلية اللي تحقق داخل مدينة العريش وهكذا تم بلورت المشروع على محاور ثلاث هو اللي غادي نتكلموا عليها اللي هي الأهداف مترابطة فيما بيناتنا ما بينها وباستعمال تقنيات تدخل متنوعة كيف ما قال السيد من قبيلة استخدمنا هذا البرنامج مجموعة ديال 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 التقنيات ديال التدخل فنية ورشات ديال الحوار موائد مستديرة ورشات ديال التكوين نوعنا باش نحاولوا أننا يكون عندنا واحد واحد الاثار كبير من خلال هذا البرنامج على الشريحه المستهدفه الاولى اللي هي الشباب. اذا وهكذا تم بلوره المشروع على محاور ثلاث مترابطه فيما بينها وباستعمال تقنيات التدخل المتنوعه تربط كلها الى فتح الحوار بين شباب مدينه العرائش حول القضايا الراهنه التي تهم الساكنه بشكل عام وكذا الاهتمامات المشتركه للشباب بشكل خاص بغية الوصول إلى العناصر الأساسية المشتركة التي تمكن من إدماج الشباب واهتماماتهم في السياسة العمومية المحلية. الهدف الأخير مطاف اللي كنا كنترجاو اللي ترجينا من هذا النشاط هو أن نحاولوا في الأخير نخرجوا خلاصات عامة اللي تكون على شكل توصيات من اجل يكون عندنا سياسه عموميه محليه اللي حاول تبناها سواء المجلس هذا ولا المجالس اللي ممكن تجي من بعد حول ادماج الشباب في السياسات العموميه ديالها واللي يمكن من خلاله نيت انه ترافع الجمعيات الشبابيه حول القضايا ديالها انها يكون عندها واحد التصور اللي تخاد من 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 النقاش العمومي ما بين الجمعيات والفئات ديال الشباب تكون محاور اللي هي مشتركه اللي يمكن تحقق عليها النقاش العمومي ودفع من خلال ان يكون عند يكون للشباب الكلمه ديالهم والاهتمامات ديالهم داخل النقاش العمومي وبالاخص داخل السياسات العموميه والمحليه. الاهداف العامه الاهداف ديال البرنامج الهدف العام هو المساهمه العموميه الاهداف الخاصه بالبرنامج كما قالت المديرية تسهيل المجموعة بشكل عام والشباب على الخصوص إلى رهانات المشاركة الديمقراطية من خلال دعم المعلومة والتحسيس والاستماع من أجل انخراط حسن أحسن في الحياة الجماعية المساهمة في تطوير قدرات الشباب والفاعلين المحليين على تقنية تأثير السياسة الديمقراطية التشاركية وتشجيع الحوار والتقاسم الفئات المستهدفة من البرنامج البرنامج استهدف بالأخص فئة ديال الشباب كان موجه بالاخص للشباب وحاولنا ان في جميع الا ورشه التكوينيه لان كان لابد من كوني واحد جميع الانشطه الاخرى لابد حضور ديال الشباب فيها يعني انهم كان عندهم موقع كمتدخلين كمنشطين باش ان
يتسمع الصوت ديال الشباب هذا بالاساس، والثاني هو ان ندمجوا هاد الشباب نعطيهم فرصه بانهم يعبروا على ذاتهم، مش فقط متلقين بحال برامج اخرى كلشي كيجي كيسرد عليهم الطاقه. قلنا انه في كل انشطه كان لابد الحضور ديال شاب او شابه اللي كتحاول تعبر وتعطينا فرصه باش انها تمثل الشباب والطاقه ديالها. المده ديال البرنامج كانت هي 11 شهر اللي اضطرينا نمدوها بحكم الظروف ديال اللي تصادفت ديال الوباء، وطلبنا بانه يكون واحد التمديد اخر، ووصلنا الى السنه كامله يعني ابتداء من مارس 2020 حتى فبراير 2021. انجازات ديال المشروع بشكل عام، المشروع الى حد الان وصل من المستفيد منه 35400 مستفيد، وهذا عدد ضخم كبير. اغلبيه ديال هاد الشباب اللي ما نقولوش كلهم شباب، 35000 كلهم شباب، و 346 فقط 67 اللي هما غير شباب، والاغلبيه هما الناس اما الاطر ديال الجمعيه اللي ربما نكون حاضرين، اولا المتدخلين اللي كنكونوا كنضطروا يعني الناس اللي هما، ولكن دائما في 99% كان الحضور هو الشباب والاستهداف هو الشباب. ما بين الاناث والذكور كنشوفوا كاين الذكور اكثر من الاناث 25575، الاناث كانت 9838. غادي نشوفوا علاش هذا التباين كان وشكون اللي اثر فيه، فين شنو النشاط اللي عطى هذه العمليه اكثر في التباين. انشطه دعم قدرات الشباب، الانشطه ديال الدعم كانت عبر ثلاثه ديال الدورات التكوينيه، كلها دازت عن بعد بحكم الظروف اللي كانت صعيبه ديال الكورونا. كانت الاحكام الدستوريه والقانونيه الجديده ومفاهيمها في مجال الديمقراطيه التشاركيه، اليات اعداد البرنامج الجماعي التشاركي، والميزانيه الجماعيه المستجده للمياه. المشاركون في هذا اللي استفدوا من هذه الورشات التكوينيه كانوا 117 في المجموع ديالهم، فقط 32 هما اللي غير شباب، و85 كلهم شباب. لاش من الذكور والاناث كانت 58 الاناث و 59 الذكور، يعني 50% 50%. هذا اللي صرنا عليه هو انه الحضور ديال العنصر النسوي يكون بنفس الحضور الذكور. انشطه ديال الطابع الفني، عمل البرنامج على اعداد عرض مسرحي تحت عنوان كنز كيلوبي، واخف موسيقي مساهمه شباب دار امستردام التابعه للجمعيات الجمعيه، وبسبب عدم قدرتنا على عرضه عندنا الظروف ديال هذا اضطرينا اننا يتم تصوير هذا العرض والبث ديالو على مواقع التواصل الاجتماعي هي اللي كان هما الصفحه ديال الفيسبوك الخاصه بالجمعيه. فهاد الانشطه اللي هي عبر التواصل الاجتماعي ما كانش عندنا قدره على التحكم في شكون اللي غادي يدخل شكون اللي غيستافد، من هنا كان هذا التباين ان الاغلبيه اللي ولجوا من الصفحه كانوا ذكور، هو اللي كيبان من خلال ذاك الاحصائيات الاولى ديال العدد الكبير ديال الذكور اللي شاهدوا ولا استافدوا من البرنامج، كانوا في الاخص في الشق المتعلق بالانشطه اللي دازت عبر الوسائط المنصات ديال الوسائط الاجتماعيه خصوصا ديال الفيسبوك. أنشطة الحوار حول القضية الراهنة للشباب عبر مواقع التواصل الاجتماعي، قمنا بإنجاز تنظيم جوج ديال المواد ديال الحوار، أنشطة ديال الحوار عبر مواقع ديال التواصل الاجتماعي، وحدة حول سياسة الجمعية في دعم تشغيل الشباب بالمدينة، والثانية حول حفظ الرأسمال الإيكولوجي لمدينة العلاج. هنا غادي يزيد يبان اكثر علاش هذا التباين، كان اللي تبعوا معنا هذا النشاط ديال عبر المنصات ديال التواصل الاجتماعي ديال هاد جوج ديال الانشطه ديال الورشات الحوار كانوا 31000